بالنسبة للتصريحات الأمريكية وما يخرج من فم أمريكا، روسيا لا تأخذه بأي نوع من الاعتبار أو أي نوع من الجدية، لأنه فعليا من أدخل الحرب إلى أوكرانيا هي الولايات المتحدة. يعني من أول ما بدأت المعركة، رئيس بوتين توجه من 2014 حتى 2022 بعدة رسائل لأمريكا، وهناك ضامنين لاتفاقية مينسك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تمنع الرئيس إن كان السابق باراشينكا وإن كان الحالي زيلينسكي من الاتجاه الى اتجاه المفاوضات مع الاتصاليين. والقصف في دنباس ودانيسك يتواصل، وهون كان مباشره في وقت معين لما الرئيس بوتين جهز حلقة. على فكره الحرب هي زي وليدة اليوم، الحرب كان اكيد الروس مجهزين عليها مده طويله، لانه اذا بنشوف الحرب كيف عم تستمر الان وكيف العمليه، خلينا نسميها عمليه القرن ال21، يعني عمليات حربيه حديثه تقوم، صواريخ دقيقه، تهديم بظرف 5 أيام بنى الدفاع الجوي الأوكراني الذي يعني لديه أوكرانيا لديها فوق 60 منظومة دفاع جوي، من بينها 5 منظومات S-300 على سبيل المثال. إذا قررناها فقط في إيران، إيران تملك منظومة واحدة S-300، روسيا أوكرانيا تملك منظومات دفاع جوي وتملك بنية تحتية عسكرية قوية، دمروها الروس بخمس أيام. الأمريكان رأوا ذلك، ولكن من السبب بالأخير من أدخل أوكرانيا؟ الرئيس بوتين قعد وقت طويل، وبالآخر طلب برسالة رسمية برد رسمي أن يقفوا بتمدد الناتو إلى الشرق وخصوصا أوكرانيا، لأن بالنسبة له قال رسمت خطا أحمر. للأسف الشديد الرد الأمريكي كان بالرسالة الروسية أنه بإدخال أوكرانيا إلى وعدم توجه ناتو شرق وإدخال أوكرانيا إلى الناتو لم يكن هناك جواب، وكان هناك جواب أوكرانيا غير جاهزة الآن، ولكن ستصبح جاهزة بعد 2 أو 3 سنين. إذا لم نحارب الآن فنحارب الناتو بعد 3 سنوات، يعني حرب عالمية ثالثة. فلنبدأ الآن. هذا اللي حصل. اللي حصل كمان الرد كان عبارة عن إنه والله بتكلم على صواريخ بعيدة المدى وقصيرة المدى، هذا ليست رسالة بوتين، هي أمور جانبية قال يمكن أن نناقشها، ولكن بالنسبة لأوكرانيا ماذا؟ لا جواب. أرسل رسالة بوتين عن طريق الدبلوماسية، آخر حفلة دبلوماسية كانت بين أوكرانيا وروسيا مع الرئيس ماكرون، مع المستشار الألماني شولز، مع تقريبا كل البلدان أتت إلى روسيا ولا أوكرانيا، وحاول رئيس بوتين اذهب إلى المفاوضات، اذهب للمفاوضات، إلا بعدما آخر الشعر التي قسمت ظهر البعير هو خطاب المشؤوم للرئيس زيلينسكي في ميونخ، لما قال أنا أريد أن أنسحب من معاهدة بودابست للدولة، أريد أن أصبح حامل لسلاح نووي، أريد أن أصبح دولة نووية، وهذا الشيء لا أمر سهل بالنسبة لأوكرانيا. أوكرانيا تملك البنية التحتية لإنشاء قنابل نووية قذرة بنسميها نحن بالعلم الفيزياء، لأنه هي تكون يعني مستخرجة من المفاعلات النووية عن طريق الطاقة النووية، لا تكون أوران مضغوط ولكن تصبح لها تأثير وتسمين جدا نووي. نعم. مثل القنبلة اللي الأمريكان رموها على هيروشيما وناكازاكي. ولدى أوكرانيا أيضا صواريخ يمكن أن تعدل لحد 500 كيلو، هذا يعني الصواريخ توجه إلى موسكو. نعم. فمباشرة طبعا كان موت الاستخبارات العسكرية تعلم ذلك، لذلك أول ما بدأت العملية العسكرية بدأت احتلال أو ما يسمى هجوم على المفاعلات النووية وإرجاعها إلى الجيش الروسي، والآن الجيش الروسي والأوكراني يسيطرون على كل مفاعل نووية. آخر مفاعل نووي الآن في زاباروجيا، الآن أعتقد غدا أو بعد غد يدخل. نعم. سيدخل الروسي إلى هناك، يعني هنا ممكن نقول هذا ما يسمى نزع السلاح بالنسبة لروسيا. نعم. ولكن المشكلة أين؟ المشكلة الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم عن نريد أن تنسحب روسيا من أوكرانيا، نبدأ الحوار. حوار على ماذا؟ 8 سنين حوار، مو 8 سنين، أعدل لك، بالـ 97 كان في اتفاق روسيا الناتو، اتفاق روسيا الناتو أن أوكرانيا أن روسيا لن أفضل الناتو لن يتمدد. نعم. على وعود الاتحاد السوفيتي كان 90، أتينا 99 اجتماع اسطنبول، الرئيس كلينتون وقع على أن الناتو أي دولة تحق لها أن تدخل تأخذ حليف عسكري أن لا تضر أمن أخرى، وقع على الرئيس بيل كلينتون 2010 اجتماع اسطنبول وقعت عليها وقتها هيلاري كلينتون. رموا الأمريكان كل هذه المهاب بالريح، وبدأ 5 موجات للناتو، أدخلوا رومانيا وبلغاريا وولندا وأخيرا إستونيا ولاتفيا، ويدرسون دخول جورجيا ويدرسون دخول أوكرانيا.